قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: من أطاع التواني ضيع الحقوق، ومن أطاع الواشية ضيع الصليق. وقال: أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه. وقال: من ظن بك خيرا فصدق ظنه. وقال: مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة. وقال: يا ابن آدم، لا تحمل هم يومك الذي لم يأتك على يومك الذي قد أتاك، فإنه إن يك من عمرك يأتي الله فيه برزقك. وقال: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وقال: لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكا، إذا علمتم فاعملوا، وإذا تيقنتم فأقدموا. وقال عليه السلام: قليل تدوم عليه أرجى من كثير مملول. وقال عليه السلام: إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها. وقال: أن تذكر بعد السفر استعد. وقال عليه السلام: ما أكثر العبر وأقل الاعتبار.